ولايه كاليفورنيا للدراسه في UCLA جامعه كاليفورنيا لوس انجلوس. اختياري للطب النفسي في الحقيقه لم يكن صدفه، فانا رغبت اني اكون طبيبه نفسيه وتقدمت البرنامج اكثر من مره، في المرتين الاولتين لم يتم قبولي وفي المره الثالثه تم قبولي. بينما دخولي الى عالم الادمان كان صدفه في الحقيقه، انا ما كنت احب قسم الادمان وما كنت ابغى اشتغل في الادمان ابدا، مثل الكثير من الناس وخاصه في السعوديه. لكن لما بدأت دراسة تخصص في الطب النفسي كان من متطلبات البرنامج قضاء 3 شهور في قسم الإدمان والتعرف على أقسام الإدمان. لما انقضت 3 شهور أنا طلبت تمديد وطلبت 3 شهور أخرى، ومن هنا كانت بدايتي في التعرف على عالم الإدمان والمدمنين. ولما خلصت الطب النفسي وبدأت أشتغل كطبيبة نفسية متخصصة كان عندي عيادات، طبعا العيادات فيها مرضى نفسيين فقط، لكن التداخل بين المرض النفسي وبين الإدمان كبير جدا، كثير من المرضى النفسيين يعانون من مشاكل الإدمان. فبدأت أتقرب أكثر إلى عالم الإدمان، اكتشفت أنه الإدمان أكبر من أنه يكون الشخص مجرد شخص سيء السمعة أو أنه شخص ما عنده وازع ديني. الإدمان مرض، وهذا الشيء اللي المفروض إحنا ننشره في المجتمع. الإدمان مرض وتتدخل في تكوينه عدة أشياء، عوامل اجتماعية وعوامل نفسية وعوامل بيولوجية. فمن هنا بدأت رغبتي في دراسة الإدمان، وأجد نفسي كثيرا في التوعية وفي علاج الإدمان والمدمنين. المواقف التي لا أنساها خلال فترة ابتعاثي هو اكتشافي حبي الشديد لوطن المملكة العربية السعودية وتعلقي به، ورغبتي الجامحة في العودة من جديد إلى المملكة العربية السعودية. في النهاية أود أن أقدم شكري الشديد إلى خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على دعمي طوال فترة ابتعاثي، كما أقدم شكري إلى أمي الحبيبة التي دعمتني طوال فترة دراستي وطوال مشواري منذ أن ابتدأت الدراسة في كلية الطب إلى الآن، والشكر إلى عمي الذي دعمني واحتواني كابنة له، وإلى أخوتي وأخواتي وإلى جميع من يحبني. أنا أكون المتخصصة الأولى الحاصلة على الزمالة في علاج الإدمان على مستوى الخليج العربي وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، ويسعدني أن أكون شرفت بلدي ورفعت اسمها عاليا وأثبتت للعالم كيف أن المملكة العربية السعودية تدعم المرأة وتدعم دخولها شتى المجالات. وحصولي على هذا الإنجاز في الحقيقة يلقي على عاتقي الكثير من المسؤوليات، فالإنجاز الحقيقي هو على أرض الواقع على مستوى العمل وعلى مستوى التغيير، وليس مجرد حصول على شهادة فقط. قضيت حياتي وطفولتي كلها في المملكة العربية السعودية في منطقة العوامية، وهي منطقة صغيرة تقع في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية على ساحل الخليج العربي. مشاريعي القادمة هي العودة إلى بلدي الحبيب المملكة العربية السعودية وممارسة العمل هناك، وأتمنى أن أحدث فرق في علاج المرأة من مرض الإدمان.